أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق، عن عالم مؤرخ أديب خضرم العصرين المغولي العباسي والمغولي، فهو من أولئك الذين كتب عليهم أن يعيشوا مجد الدولة العباسية وحضيض ما آلت إليه بغداد والعراق في عهد المحتلين المغول. مثله مثل مؤرخ سبق أن تحدثنا عنه، وهو العالم عبد الرزاق ابن الفوطي، الذي عاش جزءا من شبابه في العهد العباسي وعاش معظم حياته الباقية في ظل الاحتلال المغولي، وكان عليه أن يتكيف وفق هذا المتغير الخطير الذي عم البلاد، لا سيما في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها. هذا الذي نتحدث عنه اليوم هو علي بن أنجب ابن الساعي، الذي أرخ للعهدين العباسي والمغولي، وربما كانت أكثر كتاباته للعصر العباسي. وسبب ذلك فيما نعتقد أن المؤرخ هو إنسان يكتب على ما يحبه أكثر مما يكتبه عما يكرهه، وبما أنه عاش معظم حياته 63 سنة عاشها في ظل هذه الدولة العباسية، وكان قريبا منها حتى عاطفيا كان معجبا بهذه الدولة ومن الذين كانوا يؤيدونها وقريبين منها، كتب عنها. ولكن حينما سقطت هذه الدولة كأن نفسه عافت الكتابة عن العهد اللاحق، عهد احتلال وما فيه من ويلات ومن كوارث ومن ظلم ومن اضطهاد، فجاءت كتاباته يسيرة، أو أنه حتى لم يكتب شيئا مهما في هذا العصر، ولكنه خضرمه عاش فيه حتى وفاته. ابن الساعي هذا شخصية متميزة تماما، بحيث لا يمكن لمن يؤرخ العصر العباسي الأخير إلا ورجع إليه لكثرة وجودة ما كتب. هؤلاء المؤرخون كانوا في الغالب يتوجهون إلى التاريخ من خلال دراستهم وحفظهم للحديث النبوي، ذلك لأن هناك علاقة بين في المنهج بين دراسة الحديث، دراسة سند الحديث والرواة، واحد يأخذ عن الآخر، وهو نفس الطريقة التي يعتمدها المؤرخون في الوصول إلى الروايات الصحيحة، أيضا من خلال سند يستندون إليه، من خلال سلسلة من الرواة يروي بعضهم عن بعض. فبدأ محدثا بدأ يهتم بالتاريخ، وبالتالي نجده يقصد أكبر علماء بغداد المختصين بهذا النوع من العلم، وهو ابن النجار، محب الدين ابن النجار. ابن النجار حقيقة شخصية فذة، كتب كتابا عظيما في تاريخ بغداد، وفي آخر حياته لضيق يده تفرغ للدراسة والتدريس في المدرسة المستنصرية، واعتزل الناس هناك، ربما كان يدرس أيضا هناك. فقصده ابن الساعي وقرأ عليه كتابه هذا تاريخ بغداد، ومن هنا تكونت لديه الرغبة في أن يكمل ما بدأه هذا الأستاذ الجليل ابن النجار، يكمله بكتب يؤلفها هو. وهكذا اتجه إلى دراسة التاريخ وتسجيله. عاصر ابن الساعي 3 من الخلفاء الأواخر، الخلفاء العباسيين الأواخر، الظاهر، المستنصر، المستعصم، فكتب كتبا عدة في تواريخ هؤلاء الخلفاء، وأرخ لبغداد من خلال خلافة فترات توليهم الخلافة، كما أنه عني بسيرة الخليفة الناصر لدين الله، مع أنه لم يعاصره ولكن عاصر من عاصره، فكتب
غير كتاب واحد في سيرة كل خليفة من أولئك الخلفاء. من المؤسف أن هذه الكتب على أهميتها ضاعت، فقدت مع كثير مما فقدته بغداد من تراثها، من كنوز المعرفة التي كتبت فيها. ولكن نعرف يعني محتويات أو فكرة عن هذه الكتب من خلال عناوينها وما تفرق من نصوصها في كتب لاحقة. كتب ابن الساعي أكثر من كتاب في سيرة المستنصر بالله، وكتب حتى عن نساء الخلفاء، وهذا هو يعني مجال كان رائدا فيه. يعني تعرفون أن الكتابة عن النساء كان فيها شيء من الحرج، ويعني هناك تحفظات، لكن ابن الساعي استطاع أن يكتب كتابا عظيما في سيرة تلك السيد تلك يعني السيدات اللاتي عرفنا بأعمالهن الخيرية، وقد عرفنا ببعضهن في أحاديث سابقة مثل زمرد خاتون وبنفشة خاتون وأم المقتدر والسيدات سيدات البلاط العباسي كما سماها الدكتور مصطفى جواد في كتاب له. سيدات البلاط العباسي كتب كتابا عظيما من حسن التقدير أنه وصلنا، وقد حققه الدكتور مصطفى جواد منذ يعني في ستينات القرن الماضي، سماه جهات الأئمة الخلفاء. الجهة هي السيدة، هي الزوجة يعني، لكن هذا من أوصاف التعظيم. جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء، أرخ فيه لتلك لأولئك السيدات الفضليات اللواتي قمنا بالأعمال النافعة واللاتي أنشأنا المدارس والمساجد وغيرها من أعمال البر، فسجل سيرهن في هذا الكتاب. ابن الساعي حقيقة كان في كل ما كتب عاشقا لبغداد، يعني كل كتاباته كانت عن بغداد، عن خلفائها وعن نسائها وعن معالمها المختلفة، حتى أنه ألف كتابا في تاريخ مقابر بغداد، يعني حتى الأموات أيضا لحقهم فسجل تاريخ مقابرهم، المقابر التي ثووا فيها. وكتابه هذا أيضا من حسن الحظ ومن لطف الله تعالى بالعلم أنه وصلنا وحقق أخيرا، فكشف بذلك عن جانب من خطط بغداد ومعالمها في ذلك العصر. كتب ابن الساعي كتبا كثيرة في تراجم وزراء بغداد، وكتب في تاريخ علمائها أيضا، يعني مثلا لنذكر هنا حينما كتب سيرة المستنصر كتبها في 4 مجلدات كبار، فانظر إلى هذا التفصيل الذي وصل إليه. كتب سيرة الخليفة الناصر أيضا بعدة مجلدات. كتب حقبة محدودة من العصر العباسي الأخير، 30 سنة الأخيرة، في عدد كبير من المجلدات. يعني لو حفظ الزمن هذه المجلدات لأصبحت لدينا معرفة تفصيلية بأحوال بغداد والعراق السياسية والاجتماعية والعلمية، يعني بشكل عجيب، يعني لكنا قد حصلنا على كنز من المعرفة. ولكن هذه المجلدات الكثيرة مع الأسف يعني تلفت أو ضاعت فلم تصلنا. من مؤلفاته التي ذكرنا مثلا كتابه المسمى الجامع المختصر في عيون التواريخ وأعين السير، كتبه في 30 مجلدا، أرخ فيه لمدينة بغداد في آخر العصر العباسي للعقود الأخيرة، وترجم لعلمائها ولكل يعني علية القوم في ذلك العصر وحتى الناس العاديين. هذا الكتاب كتاب موسوعي فعلا حقيقة، ولكنه فقد، لم يبق منه إلا المجلد 9 في بعض مكتبات القاهرة، وقد استطاع المرحوم الدكتور مصطفى جواد أن يحققه، وقد أعيد تحقيقه ونشره مؤخرا. هذا الكتاب على أنه 1 من 30 من الكتاب
ككل، جاء كاشفا لتفاصيل كثيرة عن حال بغداد قبل سقوطها على يد المغول. وأيضا كتب كتابا سماه أخبار الخلفاء، لم يصلنا ولكن وصل مختصر لهذا الكتاب. هذا المختصر أيضا كشف عن تفاصيل كثيرة غير معروفة. ابن الساعي حقيقة كان يعني موسوعة متحركة، موسوعة تاريخية متحركة، حياته كلها قضاها في الحركة والنشاط، يلتقي بهذا العالم أو بذاك، يسجل هذه الفائدة، يلتقي بفلان، يسجل كل حياته، كان يسجل فيها كل شيء من حوله، وبالتالي اجتمعت لديه هذه المادة الضخمة من المعلومات التي صبها في كتبه الكثيرة. كان لا يترك مسناً إلا وسجل رواياته، وهذا حقيقة ننصح به طلبة التاريخ، أنه يا أخي اذهب إلى المسنين يروون لك روايات ربما ستذهب بعد ذهابهم. وهذا ما يسمى الآن في العالم بطريقة التاريخ الشفوي، أن تسجل الروايات من السني مشاهديها. ما أكثر المعلومات التي تدفن في المقابر بوفاة بانتقال أصحابها. لذلك كان ابن الساعي واعيا من هذه المسألة، كتب سيرة الناصر وهو لم يره، لكن سجل المعلومات ممن عاصر هذا الخليفة. ابن الساعي خضرم أو عاش جزءا من حياته في عهد الاحتلال المغولي، مع الأسف لا نعرف كيف نجا من ويلات هذا الاحتلال، لكن ربما كانت كهولته سببا في أن ينجو من ويلات الاحتلال، لأنه كان قد بلغ 63 ولذلك ترك. أما سابقه ابن الفوطي أسر لأنه كان شابا. وبعد في الفترة اللاحقة استطاع أن يتولى أمانة دار الكتب المستنصرية. دار الكتب المستنصرية كانت تضم مكتبة، وهي جزء من مكتب المدرسة المستنصرية. دار الكتب أو خزانة الكتب كانت تضم نحو 80,000 كتاب، طبعا في ذلك العصر كلها من المخطوطات، وكثير منها من المخطوطات النفيسة. نعرف من أمنائها ابن الفوطي. ابن الفوطي المؤرخ الكبير كان أمينا لهذه المكتبة وتولاها أيضا ابن الساعي، ولذلك تعارف الرجلان العالمان الجليلان في هذه الخزانة وفي هذه المدرسة، ونشأت بينهما محبة وتعاون علمي محمود. وأفاد ابن الساعي من وجوده في هذه الخزانة لأنه توصل من خلالها إلى أفانين من المعرفة وإلى كتب ربما لم تكن ثمة نسخ أخرى إلا في هذه الخزانة، فأفاد من هذه الكتب فائدة كبيرة وأعانته في كتابة مؤلفاته، مع أنه اعتمد على مشاهداته وسماعاته كما ذكرنا. هؤلاء كانوا علماء بحق، أينما تضعهم كانوا يتشربون المعرفة، إن كانت شفاها أو كتابة أو تحريرا أو لقاء بهذا العالم أو ذاك، مع أنهم عاشوا في ظروف صعبة. ابن الساعي عاش الشطر الأخير من حياته في ظروف احتلال، واحتلال مغولي وثني، عاش في ظل ظروف صعبة. ابن الفوطي عاش في وهو شاب المسكين أسره المغول، وعاش فترة من حياته أسيرا إلى أن استطاع أن يفلت من الأسر ويذهب إلى مراغة ليعمل موظفا هناك، ثم أمينا لمكتبتها، ثم عاد إلى بغداد. الذي أريد أن أقوله أن هؤلاء رغم أنهم عاشوا ظروفا بالغة الصعوبة من ضيق اليد، من أنهم عاشوا في فترات احتلال ظالم ووحشي، لكنهم استطاعوا أن يستأنفوا حياتهم العلمية رغم هذا كله، وأن يؤلفوا وأن يتفرغوا وأن يكتبوا كتبا في الحقيقة هي كنوز معرفية أفادت ليس أهل عصرهم فحسب وإنما أهل العصور التالية. كثير من تلك الكتب فقد، ولكن ما تبقى كان مهما
بحيث أننا لا نستطيع أن نفهم ذلك العصر إلا إذا رجعنا إلى ما تبقى من مؤلفاتهم، وربما نعثر في زمن قادم إن شاء الله على هذا الكتاب أو ذاك في هذه الخزانة أو تلك من الخزائن في العالم. الإنسان يستطيع أن يتحدى كثير من الظروف، شرط أن لا تخور قواه، وهؤلاء تحدوا ظروفا بالغة الصعوبة فكتبوا وتفرغوا للعلم وعاشوا في ظروف صعبة. يعني ابن الفوطي كان ينسخ الكتب بيده ليرفع من مستوى دخله، يعني وتعرفون أن يكتب الإنسان بيده مخطوطة كبيرة أو كتاب من كذا مجلد أمر شاق يعني، لكنهم يعني استمروا في أعمالهم العلمية، هذا كان يعينهم على الاستمرار في عملهم العلمي المفيد. ابن الساعي هذا حقيقة كان فلتة من فلتات ذلك العصر، من مؤلفاته مثلا أنه كتب كتابا عن المدرسة المصنصرية، وكان قد شهد الاحتفال بافتتاحها، ووصف لنا بدقة تفاصيل ذلك الافتتاح، ووصف لنا الساعة المائية العجيبة التي كانت مثبتة في مدخل المدرسة المصنصرية وكانت تعمل بالطاقة المائية. سجل لنا يعني أشياء كثيرة، يعني كتب كتابا سماه الذيل كامل التواريخ، الكامل في التاريخ، كتاب مشهور في نحو 12 مجلدا، كتب ذيلا له. لربما هذا الكتاب تطرق فيه يعني إلى مقدمات القريبة من الاحتلال المغولي، يعني كتب حلو 30 سنة، فجاء هذا الكتاب يعني بمجلدات عديدة، يقع في 5 مجلدات، يعني 30 سنة كتب فيها 5 مجلدات ضخمة. فانظر إلى تلك التفاصيل التي يعني سجلها في فترة لا تتجاوز 30 سنة. أيضا كتب يعني كتبا كثيرة، كتب كتابا غريبا يعني سماه الحث على طلب الولد، يعني الحث على قضايا الزواج والتكاثر وغير ذلك، لا ندري دوافعه في هذا، لربما وجد أن ثمة من قتل أو كانت واقعة بغداد سببا في يعني قلة الناس هناك، أو تعرضوا إلى الفناء أو ما يحدث في فترات الحروب وفي فترات المداهمة المدن، فكتب كتابا في التشجيع على طلب الولد، يعني على الإنجاب، كأنه أراد أن تعوض بلاده ما فقدته من يعني من شبان يعني يمكن لهم أن يستأنفوا حياة هذه المدينة. قلنا أن يعني فقد كثير من مؤلفاتي وبقي القليل، وأخيرا توفي ابن الساعي في بغداد في سنة 674 تاركا وراءه ثروة علمية لا تقدر، أو ما بقي منها كان ثروة علمية لا تقدر، ومن المحتمل أن يعثر الباحثون على ما فقد من مؤلفاته، وها قد يعني عثر في الفترة الأخيرة على كتب أخرى له، فرحمه الله. وإلى حديث آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.